هل الصعافقة الذين طعن في الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، هل هؤلاء يمتحن بهم أهل السنة حتى يكون مخالفا للضوابط الشرعية السلفية المعتبرة؟ يا نزار هاشم عليك الله، ما بتخاف الله؟ زول قال جنة ما فيها المكاشي، نحن ذاته ما دايرنا. أهؤلاء أولى ب 16 صفحة أما الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وين دعوتك للتوحيد؟ وين بيانك للحق؟ وأنا أتحدى الصعافقة من هنا إلى أقصى بلاد الأرض، أتحدى الصعافقة، ائتوني برد واحد لنزار بن هاشم على صوفي واحد من الذين ملأوا علينا بلاد السودان بالشرك والخرافة والبدع والضلال. ما دخلهم؟ حجبوا الناس عن العلماء، وضعوا ستارا بين طلاب العلم وبين العلماء. هذا الصعفور نزار ومن معه من الصعافقة والله ما عرفوا منهج السلف، ما عرفوا منهج السلف. ملأوا علينا الدنيا ضجيجا وملأوا الدنيا فتنا. هؤلاء الصعافقة أشبه بالضباع، بعدما أحسنوا إليهم قامت الضبع عليه فنهشت بطنه، بطن الأعراب، وقتلته. فجاء ابن عمه فلحق الضبع فقتلها، ثم قال: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر. أدام لها، قدم لها الإدام الأكل، أدام لها حين استجارت بقربه لها محض ألبان اللقاح الدزائري، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافر. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يصنع المعروف في غير شاكر. دل الصعافقة نزع عرفات، كذابون، أفاكون، فتانون. هؤلاء الصعافقة يريدون أن يوازوا بين كلامهم وبين كلام الشيخ محمد بن هادي، فهو إنسان شهد له العلماء الكبار بالعلم، فإذا جرحك أنت أيها الصعفوق فاذهب إلى أقرب مستشفى واشتري شاشا وديتون. شيخ عبد الرحمن محي الدين قال لك أنت بطريقتك دي بتسوي في جنوه، بتضر الدعوة، دعوة التوحيد. فهذه كلها تجعل هذه الستاشر ورقة لا قيمة لها، أن هذه العبارات والصفحات التي سودت لا تساوي المداد الذي كتبت به، وهي أحقر وأقل من أن يرد عليها. وليست لك عبارة واحدة أو كلمة أو نصف كلمة في ضلالات البرع الذي يقدم أباه على الله. الرد على الصعفوق نزار هاشم، وكلمة صعفوق أصلها كما في لسان العرب هو التاجر الذي ليس له رأس مال، إنما يتاجر من مال غيره، وتستعمل أيضا كما بين شيخنا محمد بن هادي حفظه الله تعالى، تستعمل أيضا لطالب العلم الذي ليس معه علم ويضع نفسه في مكان العلماء، وللكلمة معاني. الصعافقة هم الأراذل من الناس، وأيضا هم يطلق عليهم الصعافقة أي اللئام من الناس، وهذا المدعو نزار هاشم هو أحد من سماهم أهل العلم بالصعافقة، وقد يكون له نصيب من جميع معاني الكلمة كما سيتبين. أما المعنى المستعمل الذي قصده العلماء أن يتصدر من ليس بأهل
للفتيا والعلم ويجلس في مجالس العلماء فله من هذا أوفر نصيب. سبب إقامة هذه المحاضرة أن هذا الرجل الصعفوق كان محل ثقة عند العلماء لزمان طويل، وجلس عندهم وأخذ شيئا، وبعد ذلك تفاجأ الناس في هذه الأيام أنه أخرج ورقة مكونة من 16 صفحة رد على الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ورد ردا قبيحا عاريا عن الأدب. ففي هذه الورقة التي نشرها اتهم فيها الشيخ محمد ابن هادي بعشرين تهمة حسب تتبع البصير، 20 تهمة. الواحدة منها تكفي في الطعن في الرجل، ولولا أن الناس القاصي والداني يعرفون مكانة الشيخ وعلمه ورسوخه وحفظه وضبطه ودعوته وجهاده بالحجة والبيان ورده على أهل الباطل وذوده عن السنة ونشره للعلم، لولا أن الناس يعرفون هذا الفضل عنه لكان كلام نزار هذا مشينا لسمعته ومؤذيا له، ولكن لا يضر السحاب نبح الكلاب. ونقول لهذا الصعفوق: يا ناطح الجبل الأشم بقرنه رفقا بقرنك لا رفقا على الجبل. هذا جبل أشم، الشيخ محمد ابن هادي المدخلي الدكتور العالم الجليل الذي أثنى عليه أهل العلم المعاصرين قاطبة، ابتداء من العلامة ابن باز الإمام رحمه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين، ومحمد أمان الجامي عليهم رحمة الله تعالى جميعا، والمعاصرون كلهم، الشيخ الوالد ربيع ابن هادي المدخلي، والشيخ عبيد الجابري، وجميع أهل العلم المعاصرين اليوم يثنون عليه خيرا ولا يضره كلام نزار هذا، لأنه تكلم بالباطل. ولو كان ذا حق لنظرنا إلى كلامه نظرة معتبرة. فنحن لا نتعصب لأحد ولا نعبد شخصا ما ولا شيخا ولا عالما، ولا نقول لا نقبل حتى الحق في شيخنا أبدا، نحن السلفيون أصحاب حق وعدالة حتى مع من خالفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. السلفيون أهل إنصاف وعدالة، نقول بالحق ونشهد بالحق. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يجوز لأحد إذا وجد بين عالم وعالم آخر أو بين عالم وطالب علم خصومة، لا يجوز له أن ينصر أحدهما على الآخر حتى يعلم فيما اختصما والحق مع من، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وإليك كلام ابن تيمية، وهذا مهم جدا يا أخواننا، في المجلد 28 الصفحة 16 يقول ابن تيمية: لا بد أن يترسخ للناس هذا الكلام، نحن لا ندافع عن شيخنا إلا لأن الحق معه والعلم معه والصواب معه والأدلة معه، وإلا فلن ندافع عنه، ما حندافع عنه إذا كان معه الباطل، إنما ننصح إلى آخر ما يجب علينا. قال ابن تيمية: وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، الآية. فمن الأول أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه المحاضرة، والشيخ شهاب إن شاء الله حيعقب عليها، لسنا بصدد الدفاع عن أحد بالباطل، إنما الواجب علينا بعد أن تجرأ هذا المدعو نزار هاشم وطعن في هذا العالم الجليل بالباطل، الواجب علينا أن ننصر المسلم المظلوم على الظالم. هذه مسألة. إذن أهداف هذه المحاضرة أو أسباب إقامتها: السبب الأول الدفاع عن الشيخ محمد بن هادي لما له من الحق علينا، حق المسلم على المسلم، بل حق العالم على طالب العلم، هذا واجب علينا في أعناقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. هذا دفاع وبحق، لا نتجاوز كلمة الحق. طيب، سبب آخر لإقامة هذه المحاضرة، وهو ألا يساء إلى طلبة العلم السودانيين الذين هم براء مما قال هذا الصعفوق نزار هاشم، لكي لا يساء إلينا ولا يظن بنا ظن السوء. فالحمد لله، طلاب العلم السلفيون في السودان كلهم محبة وتقدير لأهل العلم واحترام لأهل العلم وتوقير لهم وإجلال، ويعطون العلماء ما أوجب الله تعالى عليهم من الحق لهم، وأنقل البشرى لمن يحضر الآن ومن يحضر إن شاء الله في مقبل الأيام، أن هذا المدعو الصعفوق نزار ليس له في السودان قدم سبق، وليس له أي أناس يدافعون عنه أو معه في هذا المسلك القبيح، إنما هم شرذمة قليلون لا يتجاوزون أصابع اليد، أصابع اليدين دي ما بتموه. الحمد لله، سلفيون في السودان أتباع للحق ويحترمون العلماء ويحبون أهل العلم، هؤلاء شرذمة قلة، واللي بدافعوا عنه سبحان الله أغلبهم ما شاهد نزار بعينه، ما شافوه، وهو أقرب إلى الخرافة في السودان، أقرب إلى الخرافة. والآن أنا لو سألت الحضور الجالسين ديل كلهم من اللي شاف نزار؟ فضلا عن أنه يتعلم منه، وفضلا عن أنه يستفيد منه ولا يحضر له درس، أغلب الناس ما شافوه.
بعض الإخوة مشى يسأل منه هناك جنب المسجد بتاعه، الناس قالوا ما بيعرفوا. واحد قال لهم جاء قبل 3 شهور في المسجد ده هنا، ولا أكثر من 3 شهور. فعلى أي حال الحمد لله. السبب الثاني كي لا يساء بنا الظن، السبب الثالث الطعن في هذا العالم، طعن فيما يحمل من الحق والدعوة. ولو رضينا بالطعن فيه إذا رضينا بالطعن في منهجه الذي يحمله، ونحمله نحن ونتعبد الله تبارك وتعالى به، فإذا لن نقبل. ولذلك هذه الأسباب الثلاثة متضافرة دعتنا إلى إقامة هذه المحاضرة. وهناك سبب آخر رابع، وهو تبيين بعض الحقائق المهمة لكي لا يتسرب إلينا هذا الداء، داء الصعافقة كما سماهم العلماء. طيب، خلفية مهمة تتعلق بموضوع نزاع. من فترة قبل سنوات، أظن لو ما خانتني الذاكرة حوالي 3 سنوات، كنا بنتكلم عنه ونرد عليه بما عنده من الباطل اللي حيجيكم ذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك من الله علينا بزيارة بعض مشايخنا، الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، قبل حوالي 3 سنوات. فلما جلسنا معه وزاروا الشيخ مزمل وزاروا أخونا الشيخ شهاب، أوصانا بألا يتكلم بعضنا في بعض، وأعني نزاع. والشيخ ربيع بالحرف الواحد يقول: ما أريد ردود بينكم. ونحن الحمد لله التزمنا بهذا. فتش، وانتم الآن جالسين، هل سمعتم منا رد في الأيام القريبة؟ وانت ماشي سنة سنتين وزيادة، سمعت مننا رد في حلقة ولا محاضرة ولا خطبة ولا درس على نزار ده؟ أبدا. التزمنا بوصية المشايخ، والوصية كانت من الشيخ ربيع ومن الشيخ محمد بن هادي نفسه، الحمد لله التزمنا بها. وهو لم يلتزم، صار يتكلم عنا ونحن لا نبالي به، ما ردينا عليه أبدا، ولم نسكت لكون نزار هذا على خير أو استفاد أو انتفع من وصية المشايخ، لا، بل نحن على يقين من أول يوم أنه رجل سوء أساء إلى الدعوة وسب على المنهج السلفي. لكن لماذا سكتنا؟ سكتنا التماس البركة في نصح مشايخنا ورأيهم، فهم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يبتغى به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فلهذا السبب سكتنا. مرت الأيام وجمع بين الصعفوغ نزار وبين الشيخ مزمل مجلس بحضرة الشيخ ربيع في بيته، وطرح نزار هذا كل ما عنده عنا. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفق الشيخ مزمل فأجاب على كل ما ذكر. والمجلس ده واحد فيكم بيعرفه أظن، ما فيه. لماذا؟ لأن المشايخ طلبوا منا عدم النشر وما نشرنا حاجة، تكلمنا في حلقة ولا في محاضرة أبدا. الحمد لله شيخ مزمل أجاب على كل شيء، وانتهى المجلس بأن الشيخ ربيع أوصى نزار ألا يتكلم في واحد من أخواننا، قال أسكت عنهم لا ترد عليهم ولا تسبهم.
انتهى المجلس على هذا. ونحن على عهدنا بعد أيام نقض هذا الصعفوق نزار العهد، وأخرج ورقة وطلع تسجيل صوتي وطعن في إخواننا وحذر منهم، ولا زلنا على عهدنا سكتنا. لماذا؟ انتبهوا، الشيخ محمد ابن هادي هو الذي أسكتنا، ما تتكلموا بقى. مش هو نقض العهد؟ ما تتكلم. شوف كيف هو بيحسن له ونزار الآن، حتى يجي شوف كيف بيسيء للشيخ. حتى آخر مرة فارقناه فيها الشيخ محمد بن هادي يوصي لا تتكلموا ولا تطعنوا في نزار، اسكتوا. حتى شيخ مزمل لدرجة المبالغة، واحد من أخواننا كاتب بوست في الفيسبوك، لا مزمل كتب ولا عنده علاقة معه، مزمل قال له تشطب البوست بتاع الفيس اللي تكلمت فيه في نزار ده الآن، لأنه أهل العلم قالوا لنا ما تتكلم وما نتكلم. لحد الكلام ده ما تم أسبوع من اليوم. جاء نزار آخر الأمر طلع ورقة، يا ريته لو تكلم فينا نحن، يا ريته لو تكلم فينا نحن. ورقة أنا حصيت اللي فيها 20 مطعن في الشيخ محمد بن هادي، وهو الذي أحسن إليه ومنع الحديث عنه، بل أوصانا أن نتزاور أيام العيد. أنا اتصلت على نزار 3 اتصالات ورسلت له رسالة، قلت له معاك فلان جايك عشان نبارك لك العيد، كلام ده أيام العيد، تخيل فات. لا رد الرسالة ولا رد التلفون، والزمن اتصل عليه أيام العيد قال له أنا في الذهب. يا ناس في ذهب أيام العيد؟ دارين نزور لوجه الله تعالى. وأوصى شيخ محمد إنه نعمل محاضرات مع بعض عشان تزول ما في النفوس من أشياء، ده كله من باب الإصلاح. النتيجة طعونات نزار في الشيخ محمد بن هادي، سيبك مننا نحن. أنا لخصتها تلخيص سريع أقرأ لك. الأولى يفرق بين السلفيين، صفحة 5. 2 ينال من السلفيين، صفحة 5. يغمز أهل العلم الأكابر، صفحة 5. يغمز منه أهل العلم الأكابر. 4 يسقط السلفيين بلا حجة، صفحة 4. يطعن في الأكابر، صفحة 4. صفحة 8 يخالف الضوابط الشرعية، يخالف الضوابط الشرعية، صفحة 3. صفحة 7. صفحة 9 يدافع عن أهل الباطل، صفحة 3. صفحة 6 يرد بغير علم ولا حجة، صفحة 7. صفحة 1. صفحة 5. صفحة 4. صفحة 15 يرد بلا شنو؟ علم ولا حجة، بلا علم ولا حجة. يشتم السلفيين، انتبه إلى الألفاظ، يشتم من؟ السلفيين، صفحة 4. إسقاط كلام أهل العلم، صفحة 6. يوالي ويعادي على موافقته، صفحة 7. يجرئ المغرضين على طلاب العلم، صفحة 7. يشن حملة شعواء على كل من لا يوافقه، صفحة 7. لا يرد السلام على المسلم، صفحة 9. تغير عما كان عليه، صفحة 13. على أمور منكرة وغريبة، صفحة 13. الحق والتحكم بمشايخ السنة، صفحة 13. صفحة 14 لا يرتضي قواعد أهل العلم ولا يتحاكم إليها، صفحة 14. لا يتأدب مع أهل العلم، صفحة كم؟ 15. لا يتعامل بالرفق الذي ينادي به، صفحة 7. خلى حاجة للشيخ محمد. انت لو سمعت الكلام ده من دون ما تعرف من المتكلم عنه هتقول هذا الرجل سلفي، فضلا عن انه عالم، عالم جليل يشهد له الكبار والصغار، اتكلم عنه بهذه الطريقة وبعد ده كله يطلق لسانه ويقول
نحن نسب ونشتم الصوفية، نسب ونشتم من؟ الصوفية. لا يقبل كلامنا الشديد في الصوفية، والله نحن نفتخر بكلامنا الشديد في الصوفية ونتقرب إلى الله لذلك، لأنهم اعتدوا على حق الله عز وجل. وهذا مقتضى الحكمة التي أمر الله تعالى بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، قال تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن. مجموع الفتاوى المجلد 11. نحن نضع الكلام الشديد في موضعه، لكن لاحظ هذا، تورع عن الكلام في الصوفية زي ما حيجيك، تورع عن الكلام في الإخوان المسلمين، تورع عن الكلام في الحزبيين، لا تكاد تجد له ردا واحدا واحدا. وأنا أتحدى الصعافقة من هنا إلى أقصى بلاد الأرض، أتحدى الصعافقة، ائتوني برد واحد لنزار بن هاشم على صوفي واحد من الذين ملأوا علينا بلاد السودان بالشرك والخرافة والبدع والضلال. ائتونا برد واحد عليه، مش 16 صفحة زي ما رد على شيخ محمد بن هادي، لا، 6 صفحات جيبوا رد، 5 صفحات، صفحة واحدة ادونا رد واحد، صفحة واحدة على الصوفية السمانية اللي زعم شيخهم قال: رجلي هذه على رقبة كل ولي. ادونا رد على القادرية اللي قال: ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي. قال: واعلم علم الله يحصي حروفه. وين رد على نزار هاشم على هذا الشرك الصراح؟ وين الرد عليه؟ ما في، لا يوجد. افتح الموقع بتاعه، لا يوجد رد واحد على الصوفية، وفي نفس الوقت يوجد رد 16 صفحة على عالم جليل من علماء السنة. أهذا هو السلفي حامل راية السلف في السودان؟ أي راية هذه؟ حامل راية السلف. وطلابه يقول لك الشيخ المزكى، هم كلهم 5 طلبة و4 ما ذهبوا له، قاعد معه واحد ما بيعرف خطبة الحاجة لليلة. حامل راية السلف، أي راية منكوسة هذه؟ حيجيك الكلام بالتفصيل، ولكن افهم، هؤلاء هم امتداد لطائفة الحدادية التي سلطت ألسنتها على علماء السنة وسلم منهم أهل البدع. ده الامتداد له. لا تتشرف السلفية برجل كهذا أبدا. طيب، سمعت التهم دي كلها؟ طيب، أنا دار أعلق على بسيط، ما دار أعلق على كثير. أول تعليق وهو مهم، قال في المقدمة بتاعته بعد الحمد والثناء، قال: فهذه بعض وقفات مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله، كتبتها وسلمتها له سرا نصحا لله العليم بذات الصدور. فرد عليها، انتبه، فرد عليها ردا غير علمي ولا مقبول. أهكذا يرد الشيخ محمد بن هادي ردا غير علمي ولا مقبول؟ سؤال موجه للنظام، أين رد الشيخ محمد بن هادي؟ ما جبته ليه؟ كان تجيبه تخطه تقول هذا رد الشيخ محمد بن هادي، لكن كونك تقول رد غير علمي، غير علمي بالنسبة لمن؟ لك أنت، أنت صعفوق، أنت صعفوق، لا تقيم الشيخ محمد بن هادي. طيب، هذه واحدة، قال ولا مقبول، غير مقبول لمن؟ لك أنت، أنت صعفوق،
ليس لتغييمك وزنا اصلا، ما عندك تغييم اصلا انت عشان تقول غير مقبول. لكن انتبهوا، هذا الرجل سلك في ورقته هذه طريقة أهل البدع في الكلام عن الناس. كيف؟ أولا استخدم في رده على الشيخ محمد بن هادي الكذب والتهويل، تضخيم الكلمات واستعمال الكلمات الفضفاضة واستعمال الألقاب الكاذبة، يتكلم عن بعض الصحافة الكذابين أصحاب الفتن، يقول طعن في طلاب العلم الأكابر. هذه طريقة أهل البدع، انتبه. واستعمال العبارات المجملة والمعاني المشتبهة كما قال العلامة ابن القيم، قال وأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة لا سيما إن صادفت عقولا مخبطة. أنا بوريك كيف يستخدم لك عبارات فضفاضة ومشتبهة وتحميل الكلام ما لا يحتمل والتحريش، كل الورقة دي ملاها بالتحريش بين أهل العلم، يحرش بين الشيخ محمد بن هادي وبقية علمائنا الأفاضل، تحريش واضح جدا، والتعميم وإظهار ما له ويخفى ما عليه، وهذا نموذج جاب الكلام بتاعه هو، والرد بتاع الشيخ محمد شاله بره، قال ورد عليها. طيب ما تجيب الرد، انت خايف الرد يغني على الناس؟ وش عارف انه الرد حيكون قوي في محله؟ قال رد عليها وما جاب الرد. والظلم والافتيات عليه إلى آخر ذلك. أديك نماذج، قال يفرق بين السلفيين، يفرق بين منو؟ السلفيين. والشيخ محمد بن هادي ماذا فعل؟ رد على الصحافقة ديل مفتنين مفسدين، لم يفرق بين السلفيين. لكن لكي يكون الطعن بتاع نزار مقبول يقول لك يفرق بين السلفيين، ينال من السلفيين. انت لما تسمع يا اخوان ببساطة، لما تسمع ينال من السلفيين بيتبادر لذهنك شنو؟ انه طعن في كل السلفيين، صحيح؟ والحقيقة طعن في مجموعة من الصحافة وبحق، هيجيب بعد شوية البيان. طيب قال يغمز أهل العلم الأكابر، يغمز أهل العلم الأكابر، كذاب مفتري. قال يسقط السلفيين بلا حجة. طيب أنا داير أقف مع نقطة ثانية، قال من جملة كلامه قال يدافع عن أهل الباطل. أهل الباطل اللي جابهم ديل من؟ جاب ثلاثة ديل أهل الباطل اللي قال بيدافع عنهم الشيخ محمد ابن هادي. الأول في صفحة 4 أو صفحة 3 قال موقفكم من المدعو محمد المعبري الملقب بالإمام، ده بتاع اليمن، كلم كلام كثير، قال أنت تقرب أتباعه وتسكت عنه وتعذره وتجد له المخارج، وكل ده كذب، ما جاب دليل على واحدة منها. بل الصحيح إن الشيخ محمد تكلم فيه وطعن فيه، نقل الكلمة أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، قال الشيخ محمد قال عنه أعمى أو طمس الله بصيرته، مش طعن فيه وتكلم فيه، أخفى الصحافة هذه الكلمة ما نشروها، دسوها. ثم بعد ذلك جاء هذا وافتات على الشيخ وقال إنك أنت ما تكلمت عنه ودافعت عنه، وين الدفاع عنه؟ قال وتسكت عنه، ما سكت عنه يهود الرد، وتعذره وتجد له المخارج، أين الاعتذار؟ أين التماس المخارج له؟ ما جاب أي شيء. هذا واحد. الثاني
قال موقفك من ابن عطايا أسامة ابن عطايا. طيب قال أنت تسكت عنه كده إلى آخره. الغريب الرجل ده متناقض تناقض عجيب جدا. قال موقفك الذي لا يحمد مطلقا من المدعو أسامة عطايا الذي قال الكبار فيه كلمتهم إلى أن قال قال كنت من توبخ عطايا. تخيل وشو قال أنت بتسكت عنه موقفك كده يعني ضعيف تجاهه. قال كنت من توبخ عطايا وتقول له كن موجودا مفقودا في القضايا الكبار و و و و و ها أنت الآن في موقف غريب كل الغرابة. الغريب شنو؟ تسكت عن عطايا وحزبه المنحط علما وأدبا في المقابل تطعن وتسقط السلفيين بلا حجة. كيف يا أخيان يا أخواننا يسكت وهو الذي قال كنت توبغ عطايا وتقول له كن موجودا مفقودا في القضايا الكبار كيف يسكت عنه؟ بل نزار قال شنو؟ قال مشى قدامه قال وكنت تحذر من عطايا. طيب تاني نعمل شنو؟ كده اخواننا اشرحوا لي بالراحه. حذر منه وقال لكم موجودا مفقودا في كذا يعني نصحه. طيب تاني نعمل شنو؟ انا موضوع اسامه ابن عطايا ما ادري الحاصل فيه اول ولا اخر ما اعلم عنه شيء. لكن انا حيرني التناقض في كلام نزار ذاته. بعد ذاك الصنف الثالث قال اللي بيدافع عنهم اهل الباطل قال صفحة 10 قال سكوتك قال ودفاعك عنه ولا شنو؟ قال موقفك من المدعو مزمل ومن معه لغريب كل الغرابة. سبحان الله انت يا نزار ما جلست قدام شيخ ربيع وقلت كل ما عندك عن امر مزمل ومزمل اجاب لك عن كل نقطه وخرجت الجلسه بانه شيخ ربيع قال لك تاني لا تتكلم فيه. الجديد شنو يا نزار تاني؟ شنو الجديد؟ قال مع احاطتي لكم وارسالي لجمله خطابات عن طريق الطلاب الى طرفكم لكن دون جدوى ودون مراعاه للقواعد الشرعيه الآنفة الذكر حول حال هؤلاء إلى أن قال هؤلاء يشوهوا صورة الدعوة السلفية وصاروا سبا لها بسبب جهلهم وسفههم وسوء لفظهم وغلوهم في التكفير للصوفية وغيرهم. بلاش بزول ده كذاب كيف يا أخوان؟ بلاش بالكذب ده كيف؟ وتخيل معاي هو بيقول عننا سبة للسلفية وجهلهم وسفههم وسوء لفظهم. تحجة قال في المطاعن علينا قال أننا نسب الصوفية. يا أخي أنت ما سبيتنا السلام يا أخوان. نزل أكثر ما يقول لسه فيه وجاهل بل عنده مقطع يتكلم فيه قال وهؤلاء منافقون. نحن منافقين؟ البرع ما منافق ها؟ والصوفية ما منافقين والاخوان المسلمين ما منافقين ومنافقين نحن؟ كتر خيرك والله كويس. دي نقطة النقطة قبل الأخيرة. قال إسقاط كلام أهل العلم. أنت عارف الزول موضوعه كله شنو؟ أنا أشرح لك بالراحة. موضوعه أنهم التفوا حول بعض المشايخ وأوصلوا لهم كلاما معينا في أشخاص وزكوهم والمشايخ الكبار هم بشر لا يعلمون الغيب إنما يتعاملوا بالظاهر فمن ظهر فيه الخير زكوه ولهذا هم جعلوا هؤلاء المشايخ لما اطمأنوا إلى جانبهم إن هم معاهم وما بيطعنوا فيهم وإن هم قريبين منهم
بل الداخل على الشيخ لا يدخل إلا عن طريقهم هم، والفتوى الخارجة من الشيخ تفلتر وتعدل، وبعض الفتاوى يخرج وبعضها لا يخرج. ضربوا سياج حول المشايخ، لما فعلوا هذا بعد ذلك كل من يخالف هؤلاء المشايخ يقولوا ليك ده طعن في المشايخ. يعني الشيخ احيانا يزكي انسان بالظاهر، وبعض اهل العلم يكون عنده مزيد علم فيجرحوه. انت لو اخذت بجرح اهل العلم يقول لك انت ما توافق الشيخ الكبير فلان، ما توافقه، اذا انت تطعن في اهل العلم. انتبهتوا؟ انت تطعن في اهل العلم، تطعن في العلماء، ويسبوك ويكيلوا عليك التهم. طيب، ولهذا الشيخ محمد حفظه الله تعالى لما خبر وعرف حال بعض الناس كعرفات، ده زعيم الصعافقة وغيره، لما سبر حالهم وتكلم فيهم قالوا أنت تخالف أهل العلم الكبار، فهم زكوهم. قالوا وتخالف القواعد الشرعية، وين القواعد الشرعية اللي خالفوا؟ القاعدة اللي انتم تعرفوها شنو؟ إذا بعض أهل العلم زكى إنسان والبعض الآخر طعن فيه بجرح مبين مفسر، بماذا نأخذ؟ نأخذ بالجرح المبين المفسر، هذه قاعدة مستقرة ما ناقض فيها إلا أتباع الحلبي، هذه قاعدة مستقرة عند السلفيين. طيب، قالوا للشيخ محمد أنت تسقط العلماء وتغمزهم وتطعن في أهل العلم، لماذا؟ لأن الشيخ محمد يقول أنا إذا تبين لي، أو كلاما نحوه، وهذه القاعدة المعروفة، إذا تبين لي في شخص ما، هذا معنى كلام الشيخ محمد، تبينت لي عنه أشياء وانحرافات وباطل استحق أن يحذر به منه، يحذر منه ولا يلتفت إلى تزكية من زكاه. الكلام ده صحيح ولا خطأ يا أخواني؟ أنا أنقل في معنى كلام الشيخ محمد. طيب، قال لو أنت بتخالف كلام أهل العلم، الناس يا أخواني بصراحة يؤصلون ويؤسسون إلى قواعد هي أقرب إلى قواعد التصوف. أكلمك النصيحة، لأنهم يلزمون الناس بقبول كلام الشيخ في كل شيء، في كل حاجة، وإلا لو ما قبلت أنت تطعن في أهل العلم. عشان كذا يا أخواننا أنا والله بعتبر أهم نقطة في هذه المحاضرة أن نعرف أن المنهج السلفي قائم على الارتباط بأدلة الكتاب والسنة، وأن نأخذ من أقوال علمائنا ما وافق الكتاب والسنة وقواعد السلف، ونحترم أهل العلم ونجلهم ونتعلم منهم ونقدم رأيهم. لكن هذا لا يعني، واسمعوا الكلمة دي كويس، هذا لا يعني أن نرتبط بشيخ معين، نوالي من يوالي ونعادي من يعادي ونحب من يحب ونبغض من يبغض ونتكلم بما يتكلم ونكره ما يكره، لا يمكن، هذا عين الباطل ولا علاقة لهذا بالسلفية. أعرف الكلام ده، والله الذي يقول هذا لا يمكن أن يكون سلفي إطلاقا، السلفية قائمة على أدلة يا أخوان، لكن الليلة تلقاهم من عباراتهم وعندهم عبارات فجة وفضفاضة وقبيحة، يقول لك ارتبط بالشيخ فلان، ارتبط، انتبهت؟
ده احنا هنرجع تاني للحزبيه، هنرجع تاني للتصوف. ارتبط بالشيخ فلان معناه عندهم شنو؟ ارتبط يعني اتعلم منه؟ لا ده مو المقصود اتعلم، اتعلم ده ما بتتعلم من كل شيخ سلفي انت. ما معنى اتعلم عنده؟ ولا معناها خذ بقول الشيخ فيما وافق الحق. ارتبط اي لا تاخذ الا عن هذا الشيخ، ولو اخذت عن غيره انت تطعن في الشيخ وتتحكم بالاكابر وتطعن في اهل العلم. هذه فتنه الصحافقه. ومع هذا هم يدخلون للشيخ ما ارادوا من الكلام، يعني لو كانوا بيكرهوك يدخلوا للشيخ عنك الكذب من افظع الكذبات وابشعها. نقلوا للشيخ ربيع حفظه الله تعالى الوالد الجليل، نقلوا له عن الشيخ محمد بن هادي كلاما، قالوا له الشيخ محمد بن هادي يقول لبعض الناس في دولة ما تعاونوا مع الإخوان المسلمين. الشيخ ربيع طلب منهم قال اتصلوا على الشيخ محمد، اتصلوا عليه أمامه، الشيخ ما يتكلم بالتلفون هو مباشر. فلما تكلموا سألوا الشيخ محمد قال له الشيخ ربيع يقول لك هل أنت تقول كذا وكذا وكذا؟ قال له يا شيخ معقول أنا أقول هذا؟ أو كلمة نحوه، أنا أقول هذا يا شيخ؟ قام سأل الصعفوق الماسك التلفون، قال له الشيخ ربيع قال له ماذا قال؟ قال له قال لك نعم أنا أقول هذا يا شيخ. هؤلاء يؤتمنون على دين؟ يؤتمنوا؟ والشيخ في النهاية مهما بلغ من العلم والمكانة هو لا يعلم الغيب ولا يطلع على ما في الغيوب وما في الصدور، إنما يحكم بما ظهر له وهو يثق في هؤلاء الناس. إذن انتبه، يقول لك ارتبط بالشيخ. لماذا يرتبط؟ انتبهوا يا أخواننا للمكر والحيلة وللخباثة وللمكر بالدعوة السلفية. يقول لك ارتبط بالشيخ فلان بعيني فلان، أها، لأنهم هم يتحكمون فيما يدخل إلى الشيخ وما يخرج منه. فأنت لو ارتبطت بالشيخ إذا ارتبطت بهواهم هم. ولكن هذا لا يعني أن نترك العلماء ولا أن نبتعد عنهم، بل نحن محتاجون إلى أهل العلم، منهم نتعلم وبهم نسترشد وإليهم نرجع. لكن لا تجعلوا الصعافقة واسطة بينكم وبين أهل العلم. نحن ما عرفنا الحاصل، وشكرا نقول لنا يا شيخ محمد بن هادي وريتنا الحاصل، شكرا جزيلا. نحن ما بنعمل الواسطة يا أخي. الناس أمام باب بعض مشايخنا وعلمائنا محبوسين، طلاب العلم محبوسين أمام الباب، والشيخ بابه مفتوح، الجميع يستفيد منه، الجميع يتعلم، الجميع يسترشد، وهم يتحكمون في الأبواب. لا يدخلون إلى الشيخ إلا من شاءوا، وتدخل بقدر معين. يقول لك خمسة دقائق ما تزيد منها. والله أنا جلست مع الشيخ وكان يريد أن يناصحني ويوجهني في كثير من الأمور، وأنا في حاجة إلى نصحه وتوجيهه وإرشاده في أمور كثيرة جدا، وبعض الفوائد أستفيدها، وبعض الكتب يوريني عنها، وبعض الشبهات ألقى إجابة عنها. أول ما جلست جاني واحد من الصحافقة الخبثة، قال خلاص الزمن انتهى تطلع. الشيخ ربيع قال لي اجلس اجلس اجلس، ده تقول لي اطلع 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 اطلع، الزمن انتهى. ده بتاع ريسبشن، ما دخلهم، حجبوا الناس عن العلماء، وضعوا ستارا بين طلاب العلم وبين العلماء. لم تستطيع ان تزور الشيخ ربيع اياما، اياما تمكث في المدينه لم تزوره،
الباب مغلق. الصحافه يستاثرون بالشيخ. الشيخ واحد من مشايخنا الكبار، خليك من الاسم، من كلمنا قبل ايام، ذهب لزياره الشيخ ربيع، لما جاء عند الباب قالوا الشيخ نايم، والشيخ مو نايم، رجعوه الشيخ نايم. هذه فتنة الصحافة، مجرمين خبثاء. ولهذا أيها الإخوة الكرام، اعلموا تماما أننا في ديننا نحترم العلماء ونقدر العلماء ونجلهم، نحن تبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، نحن تبع للكتاب، نحن تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن تبع لمذهب السلف. وما أوجب الله تعالى علينا أن نتبع واحدا في كل ما يقول وكل ما يعتقد وكل ما يتفوه وكل ما يحب وكل ما يبغض، لسنا تبعا لواحد منهم. وأنقل لكم كلاما عظيما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول في المجلد 22 الصفحة 248، قال: وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين. انتبه، لأنه نحن يا أخوانا لا نخرج الناس من التعلق المذموم، تعلق التصوف والإخوان المسلمين، إلى تعلق جديد باسم السلفية. هذا خطر. لا ندخلك في تعلق جديد بشخص معين أنت مرتبط به. قال كمن يتعصب لمالك، انتبه، مالك إمام دار الهجرة، أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خلفه، قال: فمن فعل هذا كان جاهلا. انتبه، التعصب لمن؟ مالك والشافعي، الأئمة الدنيا. قال: كان جاهلا ضالا وقد يكون كافرا، وقد يكون كافرا. لماذا؟ قال: فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا كلام أئمة الدنيا. ولهذا أيها الكرام، نحن لم نأتي هنا لندافع عن شيخ لنكون تبعا له، بل نحب علماءنا ونحترمهم ونجلهم، وهم أحب إلينا من أزواجنا وأمهاتنا وآبائنا، ولكن نحن لسنا تبعا لواحد، بل نأخذ الحق عند هذا أو عند ذاك أو عند ذاك، نأخذ الحق ونتجرد إليه، نتجرد إلى الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية من أنفس ما قرأت له في هذا الباب، أنه لما جاء في مناظرة العقيدة الواسطية واشتدت الفتنة عليه وتكالبوا عليه، قال له الحاكم آنذاك لكي ينصره، دار بو الخير يعني، دار ينصره، قال له: قل هذه عقيدة الإمام أحمد. قال له كده، قال: أنت صنف اعتقاد الإمام أحمد فتقول هذا اعتقاد أحمد. قال: يعني والرجل يصنف على مذهبي فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع. وغرضه يعني ذولا، قال له كده، غرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم. داري يريح الناس من الكلام الكثير. قال لهم: ما تفتاتوا على ابن تيمية؟ ابن تيمية قال له: قول ده مذهب أحمد، ده مذهب أحمد وده مذهب مذبوع،
وخلاص توقف الخصومة والسجن، سجن يا ناس. شوف ابن تيمية قال له شنو؟ قال: فقلت ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا. هذا الإمام أحمد. ولذلك لا تقبلوا أيها الكرام من أحد أن يقول ارتبطوا بفلان ولو كان جليلا. نحن لا نرتبط، نحن نتعلم، نحن نأخذ من كل سلف ما وافق فيه الحق، أما نرتبط بواحد لا. قال: والإمام أحمد إنما هو مبلغ، مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، قال: ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله. الكلام عن منو يا أخوانا؟ أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. ولهذا أقول بكل صراحة: هذا الصعفو نزار ومن معه من الصعافقة والله ما عرفوا منهج السلف، ما عرفوا منهج السلف. ملوا علينا الدنيا ضجيجا وملوا الدنيا فتنا، كن مع هذا وإلزم هذا وخذ بقول هذا. أنا لا آخذ بقول هذا لأنه هذا الذي قاله، إنما آخذ من هذا العالم أو ذاك العالم ما وافق الحق ومنهج السلف. وده أصل الموضوع كله، كل الموضوع مبني على هذه النقطة بالذات. نقطة أخرى يقول النزار في الصفحة 4، قال: وكل عاقل فطن يعلم تماما أن الطعن فيهم، هو يقصد طعن الشيخ محمد حفظه الله تعالى في الصعافقة أصحاب نزار وربعه. قال: وكل عاقل فطن يعلم تماما أن الطعن فيهم طعن في من يزكيهم ويقربهم من علمائنا الأكابر. ما هو رأيكم في هذه القاعدة؟ هذه القاعدة على إطلاقها باطلة، باطلة واضحة البطلان. وهذه القاعدة لم ينتبه نزار وكذا، أظن لم ينتبه وقت كتبها، لأن هذه القاعدة تلزم نزار بلازم خطير جدا. إذا قلت الطعن في الرجل طعن في من يزكيه، أنت الآن تطعن في عالم من العلماء، لا صعفوك من الصعافقة، أنت تطعن في عالم زكاه جمع من أهل العلم، من الإمام ابن باز رحمه الله تعالى إلى آخر علمائنا الأجلاء. فيلزم من هذا يا أخواننا ماذا؟ يلزم أنه يطعن في كل هؤلاء العلماء، حتى في الشيخ ربيع، وحتى في الشيخ عبيد الجابر، والشيخ الفوزان. أنا عندي تزكية الشيخ الفوزان مكتوبة في كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، سألوه عن علماء المدينة، ومنهم بالنص الشيخ محمد أمان الجامي، والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، والشيخ محمد ابن هادي المدخلي وغيره، بالنص يدافع عنهم، بل الإمام ابن باز يدافع عنهم. طيب يلزم نزار شنو يا أخواننا؟ إنه هو بيطعن في كل هؤلاء العلماء. هذه القاعدة على إطلاقها باطلة، الطعن فيهم طعن في من يزكيهم إذا كان الذي يزكيهم يعلم أنهم على باطل ويزكيهم مع علمه هذا، يبقى هذا طعن فيه وفيهم. أما إن زكاهم العالم على ظاهر حالهم، طيب كيف يكون طعن فيه؟ يطعن فيه بأي سبب من الأسباب؟ طيب قال: وقد لمحت بل صرحت بمثل هذا للأسف الشديد حين قلت في محاضرتك إلى ألبانيا
وأما هؤلاء الصعافقة فإنهم من ارتمى إليهم في أحضانهم واستمع إلى كلامهم أهلكوه ولو كان كبيرا في السن، نعوذ بالله من ذلك، فتجد آثارهم ظاهرة حتى في بعض الكبار. طيب وين المشكلة في هذا الكلام؟ الإنسان هنا لم يصرح بذكر أحد معين، بل قال من استمع إليهم ولو كان كبيرا في السن. خلاصة الكلام أنه يتضرر، وهذا الكلام يا أخواننا غلط ولا صحيح؟ صحيح، ما في إشكال، حتى ولو كان الإنسان عالما ولكنه اتخذ بطانة سوء وهو قد لا يعلم، لكن يضره، حتى ولو لم يكن يعلم يضره، لأنه ينقل له الأخبار الكاذبة. وهذا ما شهد به نزار على نفسه. أنا قلت لكم الزول لو كتب ما أعرفه كان ماله، مش كلامه ده، ارجع صفحة 13، قال قف يا شيخ، وأنا الذي تعجبت له، والله اللي تعجبت اليوم أن هذا الصعفوغ نزار يتكلم مع الشيخ محمد بن هادي كأنه أصغر تلاميذه، كأنه تلميذ صغير عنده، وديه تعليمات، عشان بوريك بديه تعليمات وتوجيهات، يقول لي أنا قلت لك كده وما استجبت. بالله ما شاء الله عليك يا أخي، الشيخ محمد بن هادي عالم، وقد أنت امتحنت الشهادة السودانية، هو عالم، كان عالما آنذاك، وأنت جلست إلى امتحان الشهادة السودانية، وما أدري نجح بالبخرات ولا نجح بحبه، الله أعلم بحاله. الرجل يزكيه العلامة ابن باز، ابن باز عليه رحمة الله مات قبل 18 سنة من الليلة، ووقت ابن باز حي كان محمد ابن هادي عالما. يبقى الليلة نزار تديه تعليمات، يا أخي ما تتقي الله، ما تخاف الله، يا أخي فضحتنا وشربت عيننا، يقول السوداني ما عنده أدب يا أخي، يا أخي والله هذه فضيحة. وأنا في أول المحاضرة نسيت أن أرسل رسالة اعتذار إلى الشيخ محمد بن هادي أولا لما أصابه من هذا السوداني، ورسالة أيضا إلى مشايخنا الأجلاء الفضلاء الذين ما تكلموا بعد في نزار، كالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ الفوزان وغيرهم، والله أرسل إليهم رسالة صادقة أننا نعتذر ونتأسف كسودانيين وطلاب علم سودانيين أن نبعث إليكم سفيرا كهذا. هذا لا يمثل السودان، ليس له خلق السودانيين، يا أخي خلق الوفاء عند السودانيين، وهم من أشهر ما اشتهروا بالوفاء لمن قدم لك خيرا ونفعك ونصحك يوما من الأيام وعلمك وزكاك للناس ودافع عنك. يا أخي خليك عندك أقلها خلق الوفاء. الأعراب كان عندهم، ولكن للأسف الشديد الشيخ محمد بن هادي أحسن إليه، ولكن أحسن لمن لا يستحق الإحسان، ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر. قالت العرب كان أناس يتبعون ضبعة، الضبعة بسموه أم عامر، يتبع الضبعة، فدخلت إلى بيت أعرابي، فالأعرابي أخرج سيفه وخرج إليهم، قال ماذا تريدون؟ قالوا صيدتنا، قال والله لن تصلوا إليها ما دام قائم سيفي في يدي. قال لهم سيفي في يدي ما بتصلوا لي. فرجعوا، فدخل عليها الأعرابي فأعطاها لبنا وماء، فصارت تلغ في هذا وتلغ في هذا، تشرب من اللبن ومن الماء، ورقد الأعرابي ينام، فلما نام الضبعة ما مأمونة. يا أخوان هؤلاء الصعافقة أشبه بالضباع، بعدما أحسنوا إليهم
قامت الضبع عليه فنهشت بطنه، بطن الأعراب، وقتلته. فجاء ابن عمه فلحق الضبع فقتلها، ثم قال: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر. أدام لها، قدم لها الإدام الأكل، أدام لها حين استجارت بقربه لها محض ألبان اللقاح الدزائري، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت، فرته بأنياب لها وأظافري. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يصنع المعروف في غير شاكر. شيخ محمد بن هادي يعلمك ويدافع عنك ويزكيك ويحترمك، بل ويقول: أنا لما زرت أول مرة قال لي: أنا عندي تلميذي في السودان، نزار هاشم تلميذي في السودان. قلت: لو تجينا وتزورنا يا شيخ عندنا في السودان. قال لي: أنا لو تمكنت أجي أزوركم، أزور وأنزل عند تلميذي نزار هاشم. تجي اليوم تسب بعشرين تهمة، لا تخاف الله، تفتري الكذب وتفتاب في وقاحة وسوء أدب وقلة حياء لمن أحسن إليك. هذا جزاء من بدا يصنع المعروف في غير شاكر. هذا ما يستحق. هذا الصعفوق الذي لا أخلاق له ولا ديانة له صحيحة ولا معرفة له بمنهج السلف، هذا يستحق؟ والله بذل مشايخنا الفضلاء وعلماؤنا الكرام، بذلوا مجهودا ليته لو قدم في من يستحق لنفع السودان ولنفع غير السودان. لكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله. جاء نزار، أين دعوة الآن؟ أنا ذا ألخص، وين دعوة الآن؟ طيب أكمل الكلام اللي هنا وارجع لكلامه ذاك. قال: قف يا شيخ، من البقيف؟ قف يا شيخ، وفقك الله مع نفسك وقفة تأمل وتدبر حال، واسمع بكل أذن واعية كلمات الناصحين الصادقين. ده الصعافقة نزع عرفات، كذابون أفاكون فتانون. أنا أشهد على فتنة من فتن هذا المدعو عرفات. نحن ما عندنا خبرة كثيرة بهم، لكن إن شاء الله لو ربنا مكننا مشينا قعدنا هناك بنفرتي لك واحد واحد، ربنا ادانا فرصة هناك. هذا الفتان، المشايخ أوصونا نحن ونزار زي ما كلمتكم قبل، قالوا: اسكتوا عن بعض وما تتكلموا في بعض. جاء عرفات إلى مزمل بورقة فيها أخطاء بتاعت مزمل، يعني كاتبنا، وقال له الورقة دي. نزار قال: فيك لابد ترد عليه، لابد، ترى لابد ترد عليه، ترى ترى بتاع شنو يا زول؟ والعلا دي فتنة، داير مزمل يطلع الرد وطوال يجري للشيخ ربيع ولا الشيخ عبيد ولا الشيخ محمد، يقول لهم: شوفوا مزمل ما التزم بما أوصيتوه بيو من الوصايا إنه ما يتكلم. هؤلاء فتانون خبثة الصعافقة بلا. ولهذا نحن إن شاء الله تعالى بمحاضرة واحدة دي ما درنا كثر الكلام، نقطع دابرهم، ما في صعفوق يقطع البحر ده بيجاي غادي غادي. وإن شاء الله كان لقينا فيكم فرصة هناك بننجمكم. أتخيل قال: واحذر ممن يستخفك وينقل لك الأقاويل للفتنة والإفساد. طيب انت قبيل ما قلت الكلام ده لمز وغمز بالمشايخ، ما هو نفس الكلام. قال: وابعدهم السفهاء السقطة، ابعد السفهاء السقطة. وديل اللي بيثق فيهم محمد ابن هادي، والطعن في من يثق فيهم طعن شنو فيه ياخذها. قال: وابعدهم السفهاء السقط عن جوارك فكل ببطانته. ماذا يعني هذا الكلام؟ كل ببطانته. اذا كان يا شيخ محمد بن هادي انت بطانتك السفهاء والسقط والمنحطين والجهال والمنافقين، اذا ماذا انت؟ ان هذا الصعفوق هو ايضا ساقط ومنحط. ده راجل عجيب جدا. طيب
نزار ما لا يعرفه عنه من هم خارج البلاد، ليس له دعوة إلى التوحيد في السودان إطلاقا. تعرف لو درس في التوحيد، درس أي كتاب، مكتوب في الموقع بتاعه قال راية السلف، شرح كتاب التوحيد، افتحه فاضي فاضي. 20 عاما ما شرحت كتاب التوحيد. باب الردود على أهل البدع، السودان مليء مليء بأهل البدع، مليء بالتصوف. تيجي نكتب شهر ربيع ده، الشهر ربيع يقول في المجلد الأول من الفتاوى بتاعته، قال: وأنا درست الطرق الصوفية في السودان. أنا دار أديك شهادة ممن لا ترد شهادته، لا ترد شهادته عندك، عند الموافق والمخالف، عند الصعفوق وعند السلفي، هذا إمام ما ترد شهادته. قال: وأنا درست الطرق الصوفية وين؟ في السودان. هنا ما نستطيع أن نحصل كتب الصوفية. السعودية ما في طريقة تقدر تبيع أزاهر الرياض هناك بكتلوك، ما بتقدر تبيعه هناك. قال: فلما ذهبت إلى السودان إذا بالسوق مملوء بكتب أهل التصوف. ودي إحنا شايفينها وعارفينها قدامنا، لكن من المغادر البحر. السوق مملوء بكتب أهل التصوف. قال: فاشترينا منها عددا من الكتب الشاذلية والتجانية والنقشبندية والبرهانية والمرغنية، فوجدت أنهم كلهم واقعون في الشرك ووحدة الوجود والضلالات، إلى آخر الكلام. هل نزار يهتم بهذا؟ يهتم بهذا؟ أين ردود نزار على الصوفية؟ الشيخ ربيع شال كتب الصوفية من السودان ومشى هناك، رد عليهم ردود عظيمة جدا، رد عليهم وهو في السعودية. الشيخ الفوزان في كل دروسه، كل دروس التوحيد، يتكلم في الشرك ويحذر من أهل الشرك والضلال ويرد على شبهاتهم. أنا حضرت دروس كثيرة له. وين نزار؟ طيب أديك كلام مهم جدا، لسه أنا بجيب لك من الشيخ ربيع بالذات، لأنه أيوة قال الشيخ ربيع، وده كتاب غيّم جدا يا شباب. أي زول يجتهد يقتني هذا الكتاب، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، مجلد واحد. الشيخ ربيع يقول في الصفحة 101، قال: وأعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم، يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا. دل زي منو؟ الصعفوق نزار ما رد يوما من الأيام على صوفي سوداني واحد. شيخ مزمل يتحداه بهذا الكلام في مجلس الوالد ربيع حفظه الله تعالى، قال له: والآن طلع من موقعك، وجايب له معولة كده صعيفيق صغيرون كده إن صح التصغير، جايبه معه، قال له: افتح لي. فتح الموقع فتشه كله، ما في رد على صوفي سوداني واحد. لقوا رد واحد على الجفري، والرد الثاني على المودودي، ورد المودودي فيما بلغني الرد لشيخنا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، ما حق نزار ذاته، رد واحد. ده انتبهوا، هذا حامل راية السلف بالسودان، حامل راية السلف. ما رد على التجانية ولا البرهانية ولا القادرية ولا محمد المنتصر الجزيري ولا البرعي ولا واحد. ما في. الآن أتحدى أي صعفوق بيجي إلى البحر ولا بغادر البحر، أي صعفوق هات ردا واحدا من نزار على الصوفية. جد ما تكتب في البرعي 5 صفحات، تكتب في الشيخ محمد بن هادي 16 صفحة يا صعفوق، ما تخاف الله؟ طيب الشيخ ربيع يقول، قال: فلا تحرك فيهم ساكنا ولا يحسب ولا
يحسبون لهذا الواقع المر ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابا بل الأدهى والأمر. خلي بالك لدي مهمة جدا، أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهل السيء. ده نزار ولا ما نزار؟ هو اللي بينكر علينا ماذا؟ ينكر علينا شدتنا على الصوفية. والله نحن بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل يوفقنا ويحيينا على هذا إلى أن نموت، نحن أشداء على الصوفية، أشداء على كل من أخذ حق الله تبارك وتعالى. زول يا أخي يقول تطاوعني الأملاك بالجود والقرى وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، وأجود على أمي لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي. أنت ما تغضب لهذا الكلام؟ ما تغضب؟ أنت حتغضب لشنو طيب؟ لما تكلموا فيه هو وفي الصحافه أمثاله غضب، لا لله، غضب للصحافه أو لأوامره، غضب إلى ردعه، غضب إلى شلته الخبيثة، ولم يغضب لله، ولم يغضب لانتهاك حق الله تبارك وتعالى. كتب الصوفية الآن مالية الأسواق، ويتبجح دعاة الصوفية، وأغلب المساجد الصوفية، وأغلب الناس صوفية، والدعوة اللي شغالة تصوف. أنت ما ترد ولا تتكلم؟ طيب، عشان تعرف إنه هذا من أعظم المنكر عند هذا الصعفو نزار. موضوعك انتهى يا نزار، ما عندك حاجة ثانية؟ تكلم في حمد بن هادي؟ تطعن فيه؟ وأنت ساكت عن هذا الباطل والضلالات؟ طيب، فأنا أقول أول نقطة في باطل هذا المدعو نزار، هذا سكت عن الشركيات وسكت عن كل هذه الخبائث. أنا أكمل ونصلي إن شاء الله، ما فضل لي كثير. طيب، هنا نقطة مهمة عشان تعرف إنه عدم الاهتمام بدعوة التوحيد هو أول علامة من علامات الحزبية. أعرف النقطة دي عشان ما تقول تكلمت في نزار ليه. الإمام النجمي كتاب الفتاوى الجلية المجلد الثاني الصفحة 33 يقول السؤال: ما قولكم في من يقول إن الفرق الوحيد بين السلفيين والحزبيين السروريين هو التشهير بالعصاة على المنابر سواء أن كانوا من ولاة الأمور أو من غيرهم وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا قول جاهل بالمناهج الحزبية وما هي عليه، وإن الفرق بين الحزبيين أو الفوارق بين الحزبيين والسلفيين كثيرة. بالله شوفوا النقطة شنو. أول نقطة قال العناية بالتوحيد، ده الفرق بين الحزبي وبين السلفي. قال: وجعله أساسا للدعوة عند السلفيين على طريقة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أما الحزبيون فإنهم لا يعتنون به ولا يرفعون به رأسا ولا يجعلونه أساسا لدعوتهم ولا منطلقا لها. وأنا حريص جدا أنقل عن مشايخنا المعاصرين شان يعرف الشباب إنه ما ندندن به دائما، إنه الفيصل بيننا وبين أهل البدع الاهتمام بالتوحيد، شان تعرف النقطة دي تماما. طيب، الشيخ ربيع منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الصفحة 144 145 يتكلم عن المودودي، مودودي أخو مسلم معروف. قال: فمن كبار قادة هذا الاتجاه أبو الأعلى المودودي، وعليه مآخذ شديدة، لا يجوز لمسلم يخشى الله ويجل الإسلام الذي يرضى بأتباعه عن تقديس الأشخاص وأفكارهم أن يسكت عنها. فمن تلكم المآخذ؟ أولا النجم قال شنو أولا؟ صح، أولا المآخذ عدم الاهتمام بالتوحيد. أولا أنه لم ينطلق بدعوته من حيث انطلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ومحاربة الشرك ومظاهره، مع أن بلاده
مع أن بلاده التي نشأ فيها أشد بلدان الله حاجة إلى دعوة الأنبياء والدواعي فيها أوفر. أول مأخذ شنو يا أخوانا؟ أحفظوا معي. أول مأخذ عدم الدعوة إلى التوحيد والتركيز عليها. أديني شيخ العلامة ابن باز ده كتاب الفتاوى المهمة في تبصرة الأمة، نازل فتاوى العلماء في الجماعات الحزبية. سئل الشيخ سماحة المفتي الشيخ ابن باز، سئل عن دعوة الإخوان المسلمين، قال: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأن ليس عندهم أول حاجة نشاط في الدعوة إلى توحيد الله. أول ما خسروا ما عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله، إلى أن قال: فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستعانة بأهل القبور كالحسن والحسين والبدوي وما أشبه ذلك. يجب أن تكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل، بمعنى لا إله إلا الله هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي في مكة، ودعا إلى التوحيد إلى معنى لا إله إلا الله. أول ما خسنوا توحيد، التوحيد عشان ما يقدر يغشك. أول ما أخذ عليهم عدم التركيز على الدعوة إلى التوحيد. الشيخ ابن عثيمين الفتاوى مجلد 27 يقول عليه رحمة الله في آخر كلام إجابة عن سؤال: لماذا لا يركز الدعاة في المملكة على التوحيد؟ في آخر الإجابة ثلاثة صفحات آخرة، أنا أقول بس الشاهد، قال: ولو كنا في بلد يعظمون القبور ويحلفون بغير الله وينظرون للأموات وما أشبه ذلك فهذا يجب أن نبدأهم بهذا قبل كل شيء وأن نركز عليه. نركز عليه دي فيم ده؟ نركز عليه. صاحبك نزار الصعفوف واحد بناغش فيه بيستدل بمشايخ الصوفية في الغنى، قال له: مشايخنا الصوف كده شيوخنا بقولوا، بدل يقول له شيوخكم ليش شيوخ الضلال بقى يناقش فيه الغنى وما الغنى. تعرف الباطل ده كيف؟ ولهذا اعرف حقيقة الرجل، زول ما عنده اهتمام بدعوة التوحيد اعرف انه من الحزبيين، طالت عمامته او قصرت، مهما طالت العمامة بتاعته هو في النهاية من الحزبيين ومن المرضى. ولهذا أيها الإخوة الكرام، الكلام يطول وأنا عندي نقاط لسه كثيرة ما تكلمت عنها، أترك أغلب الموجود إلى الشيخ شهاب يعلق عليه، لكن أقول الخلاصة أن ما صنعه هذا الصعفوغ نزار ليس سوى أنه كشف عن هويته، هذا الموضوع كله. لكن كونه يطعن في الشيخ محمد بن هادي ما يقدر، ما يقدر، ما ممكن، زول ليس له مقام في العلم ولا قدم سبق فيه يطعن في العلماء، لا يستطيع. ولا يضر الشيخ محمد بإذن الله تعالى أبدا ما قال نزار ولا من معه من الصعافضة إطلاقا، ولكن كشف عن حقيقته أنه من طائفة الصعافقة، ولطالما آذت هذه الطائفة طلاب العلم في السودان وفي غير السودان وحجبوهم عن العلماء وشوهوا صورتهم وسبوهم. لكن الحمد لله آن الآن الأوان لأهل السنة من السلفيين في السودان أن يوضحوا كلمتهم في هذا الصعفوف، وإحنا تكلمنا فيه بدري، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر أشياء وقدر أمور إنه في النهاية الأمر يظهر على هذه الصورة وبهذا التقدير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. بعد الصلاة إن شاء الله يواصل شهاب.